نعم أحييك وأحيي ضيفك الكريم، حياك الله. الله يحييك. حي جميع أبطال الأردن، أبطال الجيش العربي. أبو عمر، أيوة محمود. أبو عمر، نعم حبيبي. يعني لما أنت عم بتشوف أحد رفاق السلاح حاربته اثنين ب67 هو في القدس وأنت بجنين، هذا الحكي له يعني 45 سنة تقريبا، لما تشوف بعضكم الآن أنتوا شو بتتذكر؟ شو بتحكي للجيل اللي طالع؟ يا سيدي والله أنا بحيي كل شريف أردني، كل واحد يجاهد في فلسطين على أرض الأردن. بحيي الأخ الرائد المجاهد هذا، ما شاء الله يعني لسه بيعد الشباب عنده ما شاء الله. الله يطيب خاطرك. طيب أبو عمر، ربي يسلمك يا أخ محمود، احنا ممنونين هذا الاتصال الطيب من أحد أبطال الجيش الأردني. أنا تحياتي إلى جميع أفراد القوات المسلحة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. على فكرة أخ محمود، تسمح لي مداخلة صغيرة. لو كنا إحنا كتيبة الحسين الثاني اللي اسمها أم الشهداء مش في القدس، وكان أي وحدة من وحدات الجيش العربي محنا، بيسووا زي ما سوينا وأكثر. كل وحدات الجيش العربي قادرة وقديرة الحمد لله على الجهاد وعلى القتال وبمعنوية عالية. في جنين الأخ اللي حكى العدوان، بدعوا في جنين، صحيح. وكانت معركة دروع، واستشهد عندهم المرحوم صالح الشويعر قائد الكتيبة، والإخوان الفلسطينية هناك عملوا له قبر هو وجنوده اللي استشهدوا معه على مثلث نابلس ومثلث جنين، والكتيبة اللي معه كمان بدعوا وله قبر، ولا يزال الآن موجود هناك هو والجماعة اللي معه. يعني في كل موقع الجيش العربي ما 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 ما, ما يعني لو أتيح لك يا أبو أيمن مرة ثانية تدافع عن فلسطين وتجاهد كله إمكانياتك قواتك وقواك، بتتردد؟ لا والله، مع أنه والله إني أطلب الشهادة. أنا بحكي معك في رب قافر، نعم، وشايف الصحيح، عارف في ضميري، والله إني أطلب الشهادة في سبيل فلسطين والقدس. وإحنا موعودين بإذن الله برجعة القدس في القرآن الكريم، وعد رباني. إيمتى ما بنعرف، بنقول يا ريت إنه أنا واللي بحبه إنه يستشهد. شو بدك ميتي ميتي، لما يموت الواحد هو شهيد في الدفاع عن القدس، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ريت الله يطعمنا إياها، ما كتبت إلي سابقا، ما مكتوب إلي، الله الله كتبها لناس زملائنا، وأنا ببارك لهم بقول لهم ألف مبروك اللي الله سبحانه وتعالى أعطاهم هاي الشهادة وهذا الكتاب. طيب الآن اليهود استطاعوا بالأخير أنهم يدخلوا على مندلبوم. لا ما استطاعوا، ما استطاعوا اليهود. بقول لك لما من الكثافة الرماية اللي عليهم رجعوا لورا بالخلف، أعادوا تنظيمهم واتجهوا من مندلبوم شمالا للشيخ جراح. المسافة ما فيها أبو نص كيلو يعني، بس وعرة بتوقع، وعرة وفيها حقول ألغام وأسلاك شائكي ومنطقة غير مأهولة 100%. فقصفوها قصف تمهيدي، يعني قصف تمهيدي عندنا في الجيش اللي هو قصف طيران ومدفعية كثيف حتى يمهدوا الأرض تمهيد، وعلى الخنادق وعلى كل شيء. وأنا في المدة الأخيرة شفت هناك بعض المدافع الأردنية اللي كانت من 67 لا تزال في الشيخ جراح للآن. زرت المنطقة؟ أنا زرت المنطقة في المتحف، وشفت هناك الخنادق تبعنا اللي موجودة. فلما وصلوا للشيخ جراح وقصفوها، شو عملوا كمان؟ بدوا هجوم من الجهة الغربية على جماعتنا، السرية الثانية، سرية سليمان السلايطة. وهذا سليمان قاتل الله يرحمه، وجرح وصاوب، وهو وجنوده بدعوا. سووا اليهود شغلة ثانية في منطقة هناك، مستشفى العيون أغلب الناس بيعرفوه خلف سريتنا، وفي ميدان بيلعبوا فيه كرة قدم من زمان قديم، عملوا إنزال في الميدان، ميدان كرة القدم، وأجوا من كرة القدم، من الميدان على جماعتنا، صاروا جماعتنا زي السندوش اللي جايين من هون واللي جايين يعني من هون، يعني من الجهتين، من الجهتين حطوهم في النص. طيب. واحتلوا الشيخ جراح ونزلوا على طيب. سرية أحمد. خليني بس أخذ، بدي بس أعتذر من إخواني المشاهدين إنه في ضغط اتصالات، اسمحوا لنا حتى يكمل العم أبو أيمن كلامه، بس في اتصال خليني أخذه الآن أخوي حسين أبو أزيم، لكن الإخوان اللي يعني يتحملونا شوي، وقت البرنامج ضيق شوية،
خلينا نفسح المجال ل يعني عدد اقل من المتصلين حتى ناخذ اكبر كم من الحديث مع الاستاذ نبيه. الاستاذ حسين ابو زين، مساء الخير. مساء الخير استاذ محمود، كيفك يا اخوي؟ الله يسلمك، الله يخليك استاذي، احب امسي عليك وعلى ضيفك الكريم. الله يمسيك بالخير استاذي. انا بحييك على هذا البرنامج اللي بيحمل معنى كبير جدا من حيث اظهار بعض الشخصيات البارزه من شخصيات جيشنا العربي المصطفوي، واثار الاهتمام بهؤلاء الشخصيات. وانا بهنئ ضيفك الجليل على هذه الذاكره المذهله التي يتبتع بها. بارك الله فيك وشكرا جزيلا. احنا ممنونين، ممنونين اتصالك استاذ حسين، ممنونين اتصالك. يعني لما بنحكي مجرد حكي نظري الان، لما بيحكينا عن معركه خاضها ابو ايمن بالسلاح الابيض واشتباك بالايدي، اشتباك بالايدي، يعني خلينا نحكي عن المعركه، كيف دخلوا عليكم اليهود وصار اشتباك بالسلاح الابيض؟ زي ما قلت لك اخي، دخلوا على الشيخ جراح اول شيء على السريه اللي هناك، وسمعت انا على الجهاز اللي بيتصلوا عليه قاده السرايا مع قائد الكتيبه سليمان الشليطي هذا من مادبة، حمايه مادبة، حكى قال يا قائد الكتيبه لمنصور كريشان قائد السريه، الان العدو دخل في خنادقنا ونتقاتل معه بالايدي والسلاح الابيض. نعم. وشبكوا مع بعضهم بالسلاح الابيض. بدي اسال، هيكل الزبن كان معك في نفس المعركه؟ هيكل انا جايك في كان نفس المعركه؟ نعم في نفس المعركه. عظيم. هيكل ومالك العوران الله يرحمه. نعم. وفيها كم من واحد راح اذكرهم. نعم. لانه انا ما بدي اذكر اشياء بطوليه بلا مؤاخذه او خاصه. من الواقع. انا بدي اذكر اللي شفته انا واللي سمعته. نعم. واللي بعرفه. نعم. شاهدته. والشهداء لهم علينا حق نذكرهم. صحيح. لأنه حقيقة واقعة ما فيها شيء. فلما خلصوا من السرية الثانية وإجوا المظليين واحتلوها وقتل من قتل، والسرية هاي راح منها أكثر من 90% من أعدادها، نزلوا على السرية اللي في وادي الجوز اللي فيها زميلنا الثاني الأخ حمود أبو قعود. نعم. اسمها السرية الأولى، هاي بيني وبين سليمان الشليطة. والله إني سمعت حمود كمان نفس الحكي بقول لقائد الكتيبة اليهود دخلوا علينا، نزلوا عليهم الشيخ جراح، وكان صعب الدفاع في المنطقة لأنه اليهود اختاروا المنطقة اللي يهاجمون فيها اللي صعب النار تصلهم من كل جهة. قال الآن العدو دخلوا لخنادقنا ونحن نشتبك معهم بالسلاح الأبيض والأيدي. طب لما وصلوا عندي أنا أسأل سؤال، الجندي الإسرائيلي يا أبو أيمن عنده شجاعة الجندي؟ لا والله ما عندوش. لا والله ما عنده شجاعة. والله لو كانت حرب عادية تقليدية أو حرب في تكافؤ في الأسلحة، إنه كل 15 واحد فيهم 10 أو 20 ما بواجهوا جندي أردني. وحكوها، حكاها مردخاي قور. قال إحنا كنا نقذف القنابل ومساعد وكاشة، قنبلة يدوية بتعرف بيسحبوا مسمار الأمان وبرموها تنفجر 36 قنبلة هالقدي. فقال كنا نقذف القنابل على الجيش الأردني في الخنادق وفي الغرف وفي الشوارع، نتفاجأ بدل ما تنفجر عندهم يحملوها ورجوها علينا احنا. نعم. اليوم. نعم. وفجروها عنا. ما في شجاعة ولا في. بعدين كان عندهم عقيدة انه كانوا يجيبوها الدبابات، دبابتين ثلاثة أربعة على مثلث الشوارع وشيطروا عليه، ما ينزلوا من الدبابة. ما ينزل. لأنه لو كانوا ينزلوا بروح منهم عدد كبيرة هائلة وبروح منا احنا. نعم. لكن ما كانوا ينجوا. نعم. هي عقيدة القتال. نعم. عندهم. نعم. طب اذا الاتصال الدكتور حيدر الزبن على الخط. والله معانا دكتور حيدر. دكتور حيدر مساء الخير. دكتور حيدر. طيب 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 احنا ان شاء الله بننتظر اتصال دكتور حيدر معانا على الخط. شقيق الشهيد هيكل الزمن. هيكل ومالك جلتهم للأخير يعني. نعم. في من قصص البطولة اللي صارت. نعم. يعني نعم. هذا هيكل بعد نص الليل الاثنين على الثلاثة اجاني الله يرحمه. نعم. وبلغوني انه جايك هيكل معه نجدة، فاجا معه حوالي 30-40 واحد، واجا من باب الاسباط من باب الساهرة على باب العمود وطلع علي على مندلبوم يعني. نعم. بينه وبين مندوب. إذن هذا اللي اجى عليك الله يرحمه هيكل. هيكل معه جنود، بس مو جنود نظاميين. آه. جنود جابوه لموهم مشان نجد يعني. نجد. طيب نجد. تسمح خلينا ناخذ اتصال من دكتور حيدر الزبن شقيق الشهيد الله يرحمه هيكل الزبن. دكتور حيدر مساء الخير. يا مساء الخير يا مرحبا. كيفك يا دكتور؟
يسلم عمرك يا حي يعني الله. احنا بنعتز ببطولاتكم وكرامتكم وتضحياتكم والعائله الكريمه. يسلم عمرك. وشهيد زي شهيدنا هيكل البطولات ولا يمكن تمحيها الذاكره يا سيدي. يلا هيا عمرك. تفضل معنا اخونا المقدم المتقاعد نبيه السحمات قائد معركه مندلبوم بيحكي عن الشهيد اخوك. نعم ابو ايمن. ابو ايمن تفضل. كيفك دكتور؟ يا هلا ابو ايمن. يا هلا مساء الخير. يا هلا والله سعيد اللي سمعت صوتك. يسلمك. يا هلا بالبطل. الله يخليك. سلام. فاجاني الاخ هيكل عم بيحكي يعني قل له عم نحكي عن اخوك. عن رحمه هيكل. نعم. فاجاني في كنيشي في حد قيادتي انا استاذ حيدر. نعم. يا ريت تسمح القصه عن الشهيد بس. يلا. فاجاني هيكل قال لي انا معي حوالي كذا عدد معين 30-35 واحد. فصفيتهم انا في نفس الكنيشه. كنيشه وفيها شجريه وفيها ميدان واسع يعني. صفيناهم جماعه انا وهيكل وجمعناهم والقيت فيهم محاضره وعملنا عدنا تنظيمهم. يعني انت معك مدفع 2 انش مورتر تبع القنابل تبعه دورنا عليه جبناه حطيناه معه. يعني على ترتيب عسكري مرتب. وطلبت من هيكل الله يرحمه انه يروح على منطقة الدار الحمراء لنجدة الدار الحمراء، لأنه كان 3 دور عندنا على خط الهدنة، دار المغربي ودار نشيبة والدار الحمراء. فتحرك من عندي بيمن الله على هناك. نعم. وهناك التحق بإمرة الشرية الأولى تبع حمود أبو قعود بعد ما طلع من عندي. نعم. وراح. وهيكل أنا بعرفه أول قبل الحرب يعني. نعم. وقصفوا اليهود الطابق الثاني اللي من فوق اللي كان فيه حتى السقف تبع هذا وجرح هيكل الله يرحمه. وبعدين رد انتقل لموقع اخر مش عندي انا واستشهد الله يرحمه هناك. طب خليني بس بدي اسال دكتور حيدر. نعم. لما استشهد المرحوم قديش كان عمرك انت؟ 8 سنوات. يعني بتتذكر لما اجاكوا نبا انه مره قالوا استشهد ومره ما استشهد وحد قال لك وقع في الاسر، تتذكر شيء عن هذا الموضوع؟ كيف كانت الوالده عندك يعني غصه في قلبها تعرف عن هيكل شيء؟ نعم. هيكل كان يعني كان يعزني كثير واكثر واحد كنت متعلق فيه انا. نعم. لاني اصغر واحد باخواني كنت. نعم. وهيكل كان دوره في بالزرقاء. نعم. لكن لما عرف بمعركة 67 معركة البطولة والشرف لكل الجيش العربي، كل الجيش العربي كانوا أبطال وأسود مثل أبو أيمن وأمثال أبو أيمن. الله يبارك. فكانوا أسود وأبطال. فهيكل التحق بدون ما يطلب منه الالتحاق، التحق إلى الكتيبة ووصل الأخ أبو أيمن وحكى لك الأخ أبو أيمن أنه طلب منه بعد ما جمعوا الناس اللي كانوا بدهم يناضلوا جمعوهم التحق في كتيبة الأستاذ غازي ربابة وحصلت المعركة واستشهد. لكن النبأ جاء أنه الأخ هيكل دخل في دار الرقابة اللي هي دار الحمراء كما قال الأخ أبو أيمن وما كان استشهد. لكن الحج الله يرحمها لم تؤمن باستشهاد هيكل، ظلت تنتظر وجود هيكل وترفض أنه نحكي أنه شهيد. لكن إحنا يشرفنا استشهاد هيكل مثل ما يشرفنا كل استشهاد أبطال جيشنا العربي في الدفاع عن أرض فلسطين وعن القدس، قدس العروبة، قدس الإسلام. صحيح. فكل أبطال الجيش العربي دافعوا دفاعا مستميتا وبغض النظر عن ماذا كان يحاك من دسائس ومن بعض المؤامرات إلا أنهم دافعوا دفاعا مستميتا. نعم. عن القدس. نعم. والصهاينة أنفسهم يعترفون ببطولات أبطال الجيش العربي. صحيح. صحيح. نفس الصهاينة اعترفوا. صحيح. بذلك والأخ أبو أيمن يعرف. صحيح. هذا الكلام منهم اعترفوا. صحيح. ببطولات هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أرض العروبة والإسلام ودفاعا عن أرض فلسطين الحبيبة. ولكن كان ينقصهم حصل ما حصل حصل دكتور حيدر إلا أن العالم. نعم. وقف بجانب الصهاينة والآن تظهر بعد 60 عاما كم العالم يتحيز لهذا الكيان الصهيوني وجيشنا العربي أثبت والجيوش العربية الأخرى حاولت دفاع عن فلسطين لكن المؤامرة أكبر والقوة أكبر. نعم. ولديهم العدة والعتاد. صحيح. وكان العرب لم يجتمعوا على القتال
لقوة عسكرية تكون متوفرة لديهم. دكتور حيدر، هذا كله جعل فلسطين